ولاية المدية تتمنى لكم طريق السلامة، ومن هناك نجد ولاية البديدة ترحب بكم وبالجميع إن شاء الله ولاية البرود. انظر انظر، هناك عائلات بركن الماء، أطفال صغار يسبحون. شوف شوف، وعرة صدقني، غير وعرة. شوف الطريق كيفاه ضيقة، شوف الجبال كيفاه من تحت حاطة بزاف، راح نصدموا الركاب وكأنه مسبح طبيعي تحت سفح الجبل، والناس يأتون من كل مكان. شوف الكشافة، شوف. السلام عليكم. كشافة؟ أنا ثاني بكري كنت صغير كنت منظم في الكشافة. هذا حشم. حشم إيه، مش كون الرئيس تاعكم هنا؟ أنا. أنت الرئيس تاعهم؟ إيه. أنت صغير كنت لازم لك رئيس. وش من ولاية راكم؟ مدية. ربي يبارك، وأنا براسة في المدية. مدية العمارية. العمارية. قرأنا قصيرة قرآنية، قرأنا تبت يدا بالقصيرة. أي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. شكرا. قلت عود البداية تاع الصورة. تبت يدا، تبت يدا، معليش، الألف تاع يدا كم حركة فيها؟ ست حركات. لماذا؟ مد. لا، لأن المد ما وراءه ها همزة. يكون المد أربعة أو ست حركات، أوكي؟ مثلا نقولوا احنا إذا جاء، كيف نقرأ إذا جاء؟ جاء كيف نقرأه؟ إذا جاء، خلاص، على خاطر المد ما بعده حمزة. خلاص، اذكر لنا ذلك حروف الإخفاء. لا، حروف الإظهار يا سيدي. أخي هاك عيد من حازه غير خاسر سبذي ثناك من جاذا سقصا في توقف، ما تعرف حافظها. هيا قرأنا حروف القلقلة. قطب جدي. قطب جدم، شكون قالها الاول؟ هذا. هيا برافو، شكرا. هاي قرانا سوره العصر. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. مشكور. هاي واش رايك كون نديروا لعبه تحدي؟ عندكم الوقت؟ عندنا. هاي شكون الرئيس تاعكم انت؟ انا وقيت. هاي اقسموا على فريقين لعبه درك. هاي اقسموا على فريقين. ضل رادف واد ضل را صعد را صعد را كشاف 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 كن كشاف استعد العالم الوطن للجميع جميع لا 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 الله لا شريك له استعد را استعد را استعد را نسميهم فريق واحد فريق اثنين فريق الف فريق باء طلعات احنا ما نخدموش بالافريق طلعات الذئاب وطلعات الاسود الذئاب والاسود طلعت الذئاب طلعت الاسود اوكي طلعت الاسود ارجعوا لنا شويه لورا نحسبوا لكم ال 15 ثانيه كم واحد يقدر يصعد في هذه السياره ورا نديرهم 10 ثواني برك 10 ثواني اوكي طلعت الذئاب نحسبوا لكم على 10 ثواني على بالي بكم خفاف 15 ثانيه حتكون كثير عليكم ساعدوا بعضاكم على خاطر اكبر عدد يطلع هو الفريق الفائز كون يطلعوا هم اكثر منكم راح هم اللي يفوزوا اتفقنا والجائزه راح تكون الجائزه راح تكون ثمينه الفريق اللي يربح راح تكون عنده جائزه اتفقنا ساعدوا بعضاكم ساعدوا بعضاكم باش يطلع اوكي هاي نبدا بسم الله بس مرة اصبر 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 هات هنا واحد اثنين ثلاثة انطلق كيف كيف ما ساعدوش بعضاهم ما ساعدوش بعضاهم كيف 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 ما ساعدوش بعضاهم راح نشوفوا ثمانية تسعة عشرة عشرة سبعة وستين صاي 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 بركة 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 لا انت تنزل انت تنزل انت تنزل انت نقفل الباب لازم يتغلقوا البيبان صاي ما يدخلوش هما اكثر منكم تربحوا انتوما خلاص اربع شوي هاي احسب 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وهذاك 11 هذا 12 هاو 13 14 15 16 واحد ركب هاي 16 واحد ركب خليوا بعضاكم قد ما تطلعوا أكثر تفوزوا أكثر واحد اثنين ثلاثة انطلق قتلوا بعضاهم أو هذم وحشين هذم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة انتهينا صاي ارجع اخش 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 اوه ما تقف اصبر ما تنزلش شوف شو كيف طلعوا
طلعوا هيا استعرف بيك هيا هبط كروة خلي هيا هيا فريق شوف ذاك كيف طالع شوف فريق الأسود اسمع اقعد هنا 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 روح هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ويكون الفريق الفائز هو فريق الأسود بالرغم أني نقصته فريق الأسود كان الفريق الفائز هذا لا يعني أنكم أنتم فاشلين ولكن هم طلعوا أكثر منكم هم ساعدوا بعضهم باش يطلعوا أنتم وساعدتوش بعضكم راح نلعبوا مع الفريق الأسود فريق الأسود راح نقسمكم على قسمين فريق ذئاب وفريق أسود أيضا راح نجيبوا لكم الطيوطة هنا النص ونعملوا لكم خط من الخلف وخط من الأمام ونشوفوا مش كل الفريق اللي يقدر يدز السيارة أنت أقعد في وسطها ونقول لك حبس حبس سفريني أوكي خطوة اثنين ثلاثة للأسف للأسف النفايات في كل مكان واحدة اثنين ثلاث خطوات اوكي هيا فريق الأسود يكون في مقدمة السيارة هيا فريق الذئاب هاي راح تكونوا في خلف السيارة الفريق الأول ليوصل واقي صدمات إلى الخط أو إلى الكرسي فهو الفريق الرابح واحد اثنين ثلاثة انطلق هاي فريق الذئاب فريق الأسود كانت القوة يبدو وكأنها نوعا ما متشابهة متساوية القوة القرآن اسمع لا دز 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 من روضة دز من روضة دز من روضة أحلك من روضة هنا أرواح أرواح دز من روضة دز الروضة دز الروضة هاكيك ذكت ربحها زيد 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 الروضة الروضة اسمع أرى دز من روضة ذكت ربحها مروح بسرعة بسرعة اسمع لي حب يربح دز من روضة لي حب يربح دز من روضة فريق الأسد بقوة فريق الذئاب يكاد يخسر يكاد يخسر فريق الذئاب مثابرة قوية جدا جدا مثابرة قوية جدا جدا صديقي بقوة 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 ارفع راسك نشوفك شوي ارفع راسك شوف إنه مثابر جدا عاود زيد طيب قوة الأحذية كلها في الأرض نزل شوية فقط نقدر نقولكم باللي فريق الأسود ربح صاي فضينا شكرا لكم كنتم رائعين أيضا كانت مثابرة قوية جدا جدا من فريق الذئاب يرجعنا فريق الذئاب لورا كيف كانت المنافسة؟ مليحة كانت منافسة قوية جدا تعبوا يديك لا انبطحوا أرضا ذركا الفريق اللي يبقى آخر واحد فيه قاعد يدير في الليبام بعد يكون فريق الرابح نزيدوا نقسموه هاي أتوكل على ربي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي يتوقف يوقفه هبط زين هبط 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 انت انت اخرج انت اخرج اوقف 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 اربح منه مع فريقك زين انت ولي ارجع اوقف انت اوقف انت اوقف 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 هاي اوقف انت زيد بند سكون هاي 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 اوقف اوقف زين ما ترتاحش زيد 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 هذا هذا اوقف اوقف انت اوقف 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 زيد 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 صاي مزال 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 قاوم 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 اهبط تهبط 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 وقف مزالوا اثنين مزالوا اثنين يحبس منهم هذا كل فريق تاعو راب فرقهم فرقهم بعضهم فرقهم هبط مليح هبط مليح هبط هبط كنت رائعا سكور برا هذا الفريق انت راك ربحت فريقك المرتين قوه بدنيه رائعه ما شاء الله تحكوا لي الخطه ذاك تبادلوا ونشوفوا مش كون يربح اوكي هاي اركب اركب واحد اثنين ثلاثه انطلق راح 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 نقسمكم انتم الاثنين ولكن كنتم رائعين اكبر عضله في جسم الانسان ما هي ها الركبه الجنوع جنوع عضله اكبر عضله في جسم الانسان يعني العضله الكبيره الميسك الكبير في جسم الانسان وش هي هذا هاي يخرج الكويس ما هي الوان كريات الدم كرات حمراء وكرات بيضاء شكرا اعطيني ولايتين اعطيني الولايه رقم 23 والولايه رقم 48 سعيده ها قال سعيده زيد زيد انا اعطيك راح نعطيك راح نعطيك حظ اخر الولايه رقم 23 فيها بحر واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه والفائز يا قلت لي 10 ثواني ها قلت لي 10 ثواني انا اعطيتك 10 طيبني واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه 11 ارى نزيدك خمسه سيدي نزيدك 20 واحد اثنين ثلاثة أربعة والله جابها والله جابها قريبة ظلمته الجزائر دولة تعتبر قارة
في نص في وسط قارة وتحدها بلدان من الشمال والجنوب والشرق. أوكي أذكرنا هذه البلدان واحدة تلو الأخرى واحدة تلو الأخرى ونشوفوا كم هذا أذكر وانت كم أذكرت. أبدأ ولا بسم الله أبدأ أنت. لا يبدأ هو. المغرب. المغرب واحد واحد. السودان المغربي التونسية تونس واحد واحد. زيد. موريتانيا. ما تجاوبش تخسر بعده. هو اثنين تا واحد. تعرف واد سوف الولاية الدولة اللي قدام واد سوف؟ واحد ما يهضر. سكوت سكوت بسرعة. ليبيا. ليبيا شكرا. مالي. مالي هذوك اللي يجيو البشرة السوداء يجيونا تحت. نيجر. نيجر الصحراء الغربية. زيد الصحراء الغربية. زيد الكبرى. ها أروح خلاص لا 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 مزلت واحدة مزلت واحدة. ها ذوهم سبعة متوسط ما نذكروه خلاص صاي هم أربعوني أنا. أتد إنك إيش بيق ولا إيش تمرين ولا أو يحوز غير على العضلات هذا. حوز غير جاري ولا إيش حاجة. ها لا لا يحوز غير على السباق هذا. معليش خلاص سهلة سهلة مهلة. أصبر تشوف معليش معليش أنا جيت بدراجة نارية. شتوها الدراجة تاعي ولا شتوهاش؟ ها هي وين؟ اروحوا له. اقعدوا هنا يا جماعه ما تجيوش معنا. اقعدوا هنا اقعدوا هنا. اقعدوا هنا. انا جيت نسوق في دراجه بدنيه. هذي؟ هي. ايه اسمع. اللي هي دي كلب. بعد بعد عمي بعد نخافوا منه. قول لنا الكلب هذا وش اسمه؟ لا. هاي هذه العلامه عندك تحرقتك خذينا مسكين. شوف الكل يعرف هذه الدراجه وش اسمها. قرب لي هنا تشوف العلامه هذه. قرب لي العلامه هذه. هذه العلامة وشي؟ هذه العلامة وشي؟ حتشي حتشي روح ترتاح. هذه العلامة وشي؟ وراه. ها؟ روح. روح انت لهي روح لي ما تسمعوش روح. روح. روح لي بعد بعد بعد. اذكرها بس شوي باش ما يسمعك شا. هذه العلامة وشي؟ هذه. هي علامة تجارية لنوع من السيارة وهي سيارة مشهورة جدا جدا. نعم. هذا هذا هذه العلامه. نعم بيام. اذكر هيك بشي ما يسمح صاحبك. ما نوع هذه السياره؟ بيام بيام. خلاص ربحت خلاص. نشوف صاحبك الان. ارواح صاحبه ارواح. هذه علامه تجاريه لنوع من السيارات الفاخره والباهظه الثمن. اوكي توجد في توجد في السيارات وتوجد ايضا في الدراجات في البايك. اوكي هذه وش من سياره وش من علامه هذه وش اسم هذه العلامه التجاريه دي وش هي؟ نحسب لك على 10 1 رانا غطيت له الاسم والاحرف عفوا به ما يقدرش يقراها ولكن خليت له الا اللوجو فقط. 1 2 نحسب لك على 10 3 4 5 6 7 8 9 10 الله غالب اسمح لنا ايام دبليو وكنت انت صاحب المرتبه الثانيه. واش كان شعورك صاحب المرتبه الثانيه وراح صاحب المرتبه الاولى نروحوا عند اصدقائك هي ونشوفوا صاحب المرتبه الثالثه اللي راح يفوز مع الاسئله ولكن راح وكان اخر سؤال اخر سؤال راح صاحب المرتبه الثالثه صاحب المرتبه الثالثه تعال. كان السؤال هو نعتلهم او شاهدوا السؤال وهو كان عباره عن علامه تجاريه لسيارات ودراجات مشهوره جدا جدا وعالميه وهي السياره بي ام دبليو. وكان الاخ الكريم صاحب العضلات القويه اللي ربح فريقه كاملا كان هو صاحب المرتبه الاولى جاوب عليها. شوف خلينا سيارتنا لتحت وما جبتش منها الجوائز الجائزه عفوا راح نروح اعطيني خمس دقائق نروح نروح للسياره ونجي وشني راح نعطيكم راح نعطيكم الجائزه. هذا بيكونوا شويه عاديين عليكم اوكي وكلكم راح نعطيكم جائزه. اوكي الجائزه عباره عن ما نقولها لكم راح نخليكم تكتشفوها وحدكم ولكن كاين شيء ما واللي هو احنا عندنا تويوتا بيكاب جينا بها. اوكي اتفقنا راح نتعاونوا
درجه فرجه نجي نلقى الساشيات هذوما ونلقى القراعي تاع الطوبال نلقاكم ان شاء الله لميتوهم وحطيتوهم لنا في البيكاب اوكي حطيتها في الطياطه انا نروح بالموتو ونجي اوكي الثلاثة الأولى يجيو لي هنا برك الثلاثة الأولى يجيو لي هنا شحال قاعدين هم اليوم هنا؟ عندهم جورني واحد جورني واحد ايه. خلاص نهاية 3 ملايين راح نسلمها لك ليك هذوما باللي هما راهم فائزين كلهم تديهم لنا تعرضهم لنا عند شوي من تحت يكون شوي نقي وشوي نظيف وخليهم يبردوا قلوبهم الليلة هذه هذا العشاء تاعهم راهو خالص علينا حق المسابقة اللي داو واللي الفائزين ثلاثة رقم واحد يدي 600 تفضل هذه من بعد واش راح تشري هذه واش دير بها؟ اصبر انت واش دير بها؟ قول لنا حاجه حاب ديرها حاجه متمنيها حاجه حاب ديرها متمنيها قول برك واش حاب تشري بها؟ تشري بها بلاديوم تقرا بها تشري بها ادوات مدرسيه تقرا بها تشري بها ادوات مدرسيه الله يبارك انت بدل لا 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 لا. الثاني وناه الثاني يدي 400 اوكي وانت واش حاب دير بها؟ طلع صوتك نقرا بها كيف 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 لا لا دي اعطينا حاجه خلاف هو قال نقرا بها انت ثاني اعطينا حاجه خلاف ما تقولش نزوز بها برك اها نشري بها كشكسوان كسوة خلاص صيب صحتك انت بقات لك 200 الف حق المرتبه الثالثه صحيح وانت واش تشري بها؟ اش حاجه هذا واش قول لنا حاجه وخلاص حوايج ولا حوايج نقراو بهم تقراو بهم يعني راكم مثابرين في القرايه ربي يبارك كلكم راكم تفهمتوا باللي تشريوا حوايج تقراوا بهم خويا واش راح نقول لكم جميعا كنتوا رائعين وديروا لنا التحيه وانا نديرها معاكم وراح كيف يديروا هذيك خليك ما تضحكوش علي هاي هاي سنة ندور هيك شوف كل مساعد استعد للعالم العالم للوطن وطن للجميع لله 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 وحده لا شريك له وحده لا شريك له تحية تشفية زيدوا لنا واحد هاي الاخرى دي عجبتني هاي دركا ديروا لنا النشيد الوطني ونختم به على بركة الله تبي الجميع استعد راح استعد راح استعد راح استعد النشيد الوطني المقطع الأول واحد زوج ثلاث سلام للمازلات اللاحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن فرحنا في حياتنا ومات وعقلنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 كنتم رائعين كلكم أي إلى اللقاء فرصة سعيدة أخرى إن شاء الله إلى الملتقى كشافة إسلامية كشافة إسلامية كشافة إسلامية كشافة إسلامية أي إلى اللقاء الحمد لله كان عمل رائع عمل تطوعي رائع أول مرة في حياتي نعمل مسابقة مثل هذه في هذا المنطقة الرائعة جدا في منطقة بوليدة ما تدريها بوليدة ما تدريها هندية على كل حال الناس اللي لاد المنطقة هذه هم يعرفوها أولى بلاصات